Hello my students, how are you? I hope all of you are fine. With you Miss Maya Magdi, are you ready for a new lesson today? Let's go! Today we are talking about WH question. طيب, we have 6 WH question. احنا عندنا 6 WH question. أدوات استفهام اللي بتبدأ بال WH أو اللي فيها letter W and letter H. Okay, طيب, ايه هم يا Miss May? Who? Who, what, when, where, why, and how. هشرح ليكم كل أداة في فيديو الواحدة. طيب, today let's start with what. With what. هنتكلم النهاردة عن what. ونعرف نستخدم what في إيه. We use what to ask about thing. طب Miss May يعني ايه what? What دي يعني ايه? What يعني ما او ماذا. طيب احنا بنستخدمها في ايه? قلنا we use what to ask about thing. يعني بستخدمها علشان اسأل عن شيء. يبقى انا بستخدم what عشان اسأل عن شيء. طيب. والنهاردة هنستخدم what مع this and that. طبعا فاكرينهم. شرحناهم قبل كده. وهنعرف ازاي الانسر بتاعتنا بتكون على الكويستشن ده. اوكي, طيب يلا بينا نراجع عليهم مراجعه سريعه. الاول عندي this is. قلنا we use this to point out a single thing, animal or person. بيكون ايه? near us, بيكون قريب مننا. يبقى احنا بنستخدم this عشان اشاور بيها على single, على حاجه واحده. ممكن تكون animal, person, thing, وبيكون ايه? near us, قريب مننا. طيب بالنسبة لذات, we use that to point out a single thing, animal or person, but ايه بقى? not near us, يعني مش قريب مننا. يبقى that بستخدمها برضه عشان اشاور بيها على حاجة مفرد, ممكن تكون animal, person او شيء اللي هو thing, طيارة, عربية, اي حاجة زي كده. بتكون ايه? not near us, يعني مش قريبة مننا. تمام? طيب يلا نرجع بقى للدرس بتاع النهاردة. احنا كده خلاص راجعين على this وعلى that. يلا نرجع للدرس بتاع النهاردة. وزي ما قلنا هنتكلم النهاردة عن what. وقلنا we use what to ask about thing. طيب قلنا هنستخدم what النهاردة مع this ومع that. اوكي, what is this? What is this? هنا هنسأل عن شيء قريب مني وبيكون ايه? single, بيكون مفرد. طيب بالنسبة لي اسمعي what that? What is that? برضو بسأل بيها عن شيء مفرد لكن ايه? قلنا not near us, يعني بعيد عني, مش قريب, بعيد عني. طيب اوكي, طب how to answer? الانسر بتاعتي بتبقى عبارة عن ايه? الانسر بتاعتي بتبقى احنا قلنا لما احنا بنسأل هنا بنجاوب عن حاجة مفرد, single, صح? طيب يبقى الانسر بتاعتي تبقى ايه? it is. يبقى it's اللي هي it is, وبعد كده بضيف a or an على حسب ايه اسم الحاجة اللي في الصورة اللي عندي. اول letter فيها لو vowel بيبقى an. طيب لو consonant بيبقى a. اوكي, بشوف الصورة اللي عندي وبقول it's a or an وبكتب اسم الصورة. For example, number one, what is this? What is this? What is this? ايه ده? ايه الحاجة اللي قدامي في الصورة دي? طيب تعالوا نشوف ايه اللي في الصورة ده? ده ايه? Excellent! برافو عليكو! It's a books! يبقى الانسر بتاعتي قلنا لان دوت عندي single, one, حاجة واحدة بس. اوكي, هقول ايه? برافو! It's a or an? Excellent, سمعاكو. A, برافو عليكو. ليه قلنا A? علشان books start letter B. طب ال B ده vowel? No. يبقى A. يبقى الانسر بتاعتي it's a books. Again, it's a books. ده بيكون صندوق. طيب number two, what is this? What is this? ايه دي? هنا الولد عندي بيشاور على ايه? برافو عليكو, على فش, سمكة.
طيب الانسر بتاعتي قلنا بتكون ايه؟ السمكة دي one ولا more than one؟ برافو سمعاكو one. يبقى الانسر بتاعتي تبقى it's a fish. excellent, it's a fish. برافو عليكو شاطرين. طيب number three, what is this? what is this? ايه دي؟ what is this? ايه دي؟ it's an umbrella. طب ميس ماي هنا قلنا an. yes, ليه؟ لان umbrella start letter u واليو is vowel. okay, طيب يبقى الانسر بتاعتي it's an umbrella. okay, what is this? what is this? ايه دي؟ it's a bag. it's a bag. it's a bag. okay, انا بسأل دلوقتي what is this؟ ايه دي؟ انا بشاور على حاجة قريبة مني بسأل عنها عشان كده قلت what is this. الانسر بتاعتي قلنا دي بتكون شنطة فاقولها ازاي؟ it's a bag. okay, طيب what is that? that? yes. طب ليه هنا that؟ عشان انا بسأل عن حاجة بعيدة بعيدة عني. هنا البيرد ده قريب مني ولا بعيد؟ برافو عليكو بعيد. يبقى اسأل هنا بايه؟ بذات. برافو عليكو. طيب what is that؟ ايه ده؟ الانسر بتاعتي هتكون ايه؟ احنا قلنا نفس طريقة الانسر بتاعت الكويستشن بتاع what is this عشان ده سينجل ده حاجة مفرد فبقول ايه؟ it's برافو a bird. يبقى الانسر بتاعتي it's a bird. ده بيكون طائر. it's a bird. okay, what is that? ايه ده؟ what is that? ايه ده؟ هنا البنت بتشاور على الايه؟ على اللاين الاسد. طيب ده one ولا more than one؟ one يا ميس ماي. طيب يبقى الانسر بتاعتي it's. برافو عليكو. يبقى it's a or an. excellent, a. why? لان اللاين start letter l. okay, برافو عليكو. يبقى الانسر بتاعتي it's a lion. again, it's a lion. برافو عليكو. طيب what is that? ايه دي؟ هنا بيشاور على القطة. what is that؟ كده القطة قريبة منه ولا بعيدة؟ لا يا ميس ماي بعيدة. not near us مش قريبة مننا بعيدة. طيب يبقى اسأل بقول ايه؟ what is that? what is that? okay, what is that? ايه دي؟ الانسر بتاعتي هتكون ايه؟ excellent سمعاكو برافو. it's a cat. it's a cat. دي بتكون قطة. it's a cat. برافو شاطرين جدا. طيب what is that؟ انا عندي هنا الولد بيشاور على ايه؟ على الارنوب. بيقول لي ايه؟ what is that؟ طب ميس ماي هنا ليه قال that؟ لان الارنوب قريب ولا بعيد؟ برافو بعيد. not near us مش قريب مننا. طيب يبقى الانسر بتاعتي بقى هتكون ايه؟ ها الرابت دوت one ولا more than one؟ one. طيب الانسر بتاعتي هتبقى it's a rabbit. it's a rabbit. برافو عليك شاطرين جدا. وبكده يبقى خلصنا الليسون بتاع النهارده. I hope this lesson was simple, clear and useful. وزي ما عودتكم هسيب لكم في الديسكريبشن تحت لينك للهوم ورك نحله ونرفع لي الانسر بتاعته علشان اصححها. okay, don't forget to follow us on Facebook and don't forget to subscribe our channel to follow us. thanks for watching. see you soon. bye.